بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي. سمعت انا على قصه المغرب واستضافه كاس العالم 2030 دي؟ دورت على القصه، طلع الموضوع كبير سعادتك. اه والله العظيم بجد الموضوع طلع كبير ويستاهل ان انت تتكلم فيه. يعني اولا كده المغرب ما كانش عندها اي مشكله ان هي تعمل ديل مع الجزائر والتونس، ان هو يا جماعه ما تيجوا نعمل ديل في 2018 كده ان احنا نقدم ملف ثلاثي في 2030. اه في 2018 كانوا عاملين الديل ده، اللي هو ما تيجي نقدم مع بعض ملف ثلاثي. بعد كده قررنا ان احنا طبعا مشاكل السياسيه دي، ما المغرب تخش في التنظيم مع اسبانيا والبرتغال، وده كان كلام جاي من جيري انفانتينو ان هو عايز يحط المغرب وسط اسبانيا والبرتغال. بعد كده المغرب قالت لك بص بلاها موضوع الملفات المشتركه ده، انا هطلع الطلعه دي لوحدي. عجبتني من الفكره دي، اللي هو بص يعني انا نطلع الطلعه دي لوحدنا. وبصراحه السنه اللي فاتت في الكره المغربيه تثبت ان الكره المغربيه في تطور. وبصراحه برضو عايز اقول لك ان المغرب كانت مقدمه في ملف استضافه كاس العالم 2026، اه اللي هو راح للملف الثلاثي اللي فيه المكسيك وامريكا والكلام ده، ما اعرفش مين الدوله الثالثه بصراحه. الخبر كان موجود عندي بس الدوله الثالثه تقريبا كده مش مهم، مش مهم ده، معلش الدوله الثالثه طلعت في النص يعني. بس بجد انا شايف ان المغرب تقدر، يعني المغرب تقدر، المغرب بقى عندها منشآت رياضيه كتير، المغرب بقى فيه نجاح في موضوع الكوره، بقى فيه نجاح في موضوع الملاعب، بقى فيه نجاح في الاهتمام بملف كره القدم. فاعتقد ان وزير الشباب والرياضه رشيد الطلبي والسيد فوزي رجع رئيس الجامعه المغربيه قادرين ان هم يعملوا ملف محترم. بس قبل ما يكونوا قادرين ان هم يعملوا ملف محترم، هم قدروا يعملوا قاعده محترمه جدا في الاتحاد الافريقي. ولما تتكلم على نجاني انفانتينو كان عايز يقحم المغرب في ملف تنظيم 2030 اللي هو مع البرتغال واسبانيا، فتحس ان المغرب بقى ليها وزن في ناحيه الاصوات. ما هو مش لازم عزيزي عشان انت عندك منشآت رياضيه ناجحه وعندك ملاعب كتير انك تاخد كاس العالم. الموضوع كله ايه؟ تحت الترابيزه. طول ما انت مظبط تحت الترابيزه ممكن تنجح اكتر بكتير جدا من انك يكون عندك ملاعب مؤهله. اه والله العظيم موضوع الملاعب ده ممكن تدور عليه ان هو حاجه بعيده شويه. الحاجه الاهم هي انك تكون مظبط 50 60 صوت كده ممكن تاخدهم، او 50 60 صوت الموضوع كله ممكن يرسلك على 20 30 صوت كده، ممكن هم دول اللي يكونوا في النهايه. يعني 50 60 دول بتكون انت حاططهم قاعده، وال 20 دول بتكون انت مواثق ان هم يصوتوا لك. يعني موضوع تصويت وموضوع تظبيطات، او موضوع تصويت وموضوع تظبيطات. يعني المغرب دلوقتي بقت قادره عن المرات اللي فاتت علشان خاطر بقوا عندهم قوه وعندهم شراسه في ناحيه العلاقات. المغرب بقى عندها قوه وعندها شراسه في موضوع العلاقات، تقدر ان هي تاخد التنظيم. انت فكرك ان كل حاجه في عالم كره القدم بتسير بالعدل وتسير بالاستحق ولا يستحق؟ لا عزيزي، الموضوع كله ماشي عباره عن شويه علاقات. وبصراحه لما يبقى في دوله عربيه زي المغرب قدرت ان هي تكون علاقات كبيره وشبكه علاقات كبيره، خصوصا لما نستفاد منها احنا كدول افريقيه ودول عربيه ان احنا نلعب كاس العالم 2030 في المغرب، الدنيا بالنسبه لنا هتكون حلوه جدا. والمغرب تكون تاني دولة افريقية نظمت كاس العالم بعد جنوب افريقيا 2010، وتكون تاني دولة عربية نظمت كاس العالم بعد قطر 2022. ان شاء الله باذن الله نقول كلنا يا رب ان شاء الله باذن الله السيد فوزي راجع يكون مظبط مع الرجالة على التصويت، وان شاء الله باذن الله يبصوا لنا بنظرة ان فعلا شمال افريقيا وافريقيا تستحق ان هي تستضيف كاس العالم. اسيا استضافته عن طريق قطر، وان شاء الله باذن الله تكون دورة ناجحة، وافريقيا استقبلته قبل كده، او غرب افريقيا استقبلته قبل كده عن طريق جنوب افريقيا. وان شاء الله باذن الله نتمنى ان المره دي الشمال يكون ليه دور في 2030. قول لي انت بقى عزيزي اهم حاجه عندك ايه، الملاعب ولا ان يكون عندك علاقات تاخد بيها التنظيم؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو قول لي هل في تحسن في جوده الصوت ولا لا، ده لسه جاي بتاعت جديد ومش عارف الصوت بتاعه عامل ايه. والدوله الثالثه عزيزي عشان نخلص يعني، لا احنا هنقفل عشان الراجل بتاع البطيخ دخل معنا.